win. ولو بلغة الحيطان، بلغة الجرافيتي، بلغة الموسيقى، بلغة الرقص، بلغة التعبير بالشارع، وحبينا كمان أن يكون لنا كلياتنا سوا محل بيجمعنا ولو لنهار واحد، بلكي شي نهار بيكون هالبلد له محل فينا. المرتبة الثالثة تحملها اللوحة رقم واحد يلي رسمتها مادونا رحال. أما المرتبة الثانية فهون اتقاسموها شخصين او لوحتين. اللوحة رقم 8 يلي رسمها رامي المعلم، هو طالب هندسي بالجامعة اللبنانية، واسم اللوحة خليك عنا كل شيء. اما المرتبة الاولى تحمل رقم 4 واللي قدمها يزن حلاوي، اسم اللوحة اناديكم، عمره 17 سنة من جرانيزي.